ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألتنا النهاردة اسمها insertion of an easy problem. المسألة بكل بساطة بيقول لك انك عندك ان موقع الكود فورس اللي انت بتحل فيه ده عنده هيعرض سؤال، تمام؟ وهيكون فيه مجموعة من الافراد. بيقول لك لو في على الاقل فرد واحد قال ان المسألة ديت هارد، ان المسألة دي صعبة، هيلغي المسألة ديت. تعال ننزل في التست كيس اللي تحت. بيقول لك الانبوت هيكون عدد الاشخاص واجابة كل شخص على السؤال ده. يعني عندك سؤال كود فورس عرضه 3 اشخاص، الاول قال انها سهله، زيرو يعني هي سهله، 1 صعبه، زيرو قال سهله وده قال سهله، ده قال ايه؟ صعبه. اذا طبعت هارد. هنا مفيش غير شخص واحد قال انها سهله، اذا ايزي. المساله بكل بساطه مفيهاش اي حاجه ومش محتاجه شرح، فهنخش على الكود على طول. هنيجي في انتليجي وهنعمل، المفروض نجيب المين بتاعتنا، خدها كوبي على طول، تمام؟ بيست. هعمل السكانر بتاعي، سكانر، واخد من اوبجكت ايكوال نيو سكانر، احط في الاخر سيستم دوت ان، تمام. هعمل انت سايز ايكوال زيرو ايكوال سكانر دوت نيكست انت، فانا كده خدت عدد الافراد اللي هيجاوبوا على الاسئله، واعمل فور انت اي ايكوال 0 اي اقل من السايز اي بلس بلس، تمام. تمام، هعمل اف، او هنا المفروض هعمل انت انسر ايكوال سكانر دوت نيكست انت، تمام. هعمل هنا اف الانسر ايكوال ايكوال 1، هعمل فوق خالص، هعرف متغير اسمه انت فلاج ايكوال 0، تمام. لو الانسر ايكوال ايكوال 1 او خليها بوليان عشان ما يتلخبطوش، بوليان ايكوال ايكوال فولس. والله لو الانسر ايكوال ايكوال 1 يعني في احد الافراد قال انها صعبه، هخلي الايه الفلاج ايكوال ايه ايكوال ترو، تمام. في الاخر هعمل اف الفلاج، لو هي ترو هطبق ايه هارد، إلس هطبق ايه ايزي، عشان برضو ما حدش يتهم مني. انا عملت هنا الفور، تمام، بتلف بعدد الافراد الاشخاص، كل ايه كل لوب او كل لفه باخد الانسر واعمل تشيك على الانسر. والله لو الانسر ايكوال ايكوال 1 خلاص انا خليت الفلاج ايكوال ترو، المفروض بقى اعمل ايه بريك، لان انا مش ايه مش محتاج ان انا ايه اكمل لفه. انا على الاقل يعني قال لك على الاقل واحد بس يقول انه ايه انها صعبه، فلو عملت ران خدت دي كوبي هنا هارد، تمام، عملت بيست طلعت هارد، هاخد تاني كوبي هرن، لا المفروض مش هاخد الايزي، هاخد دي، اسف، هعمل رن طلعت ايه ايزي، هاخد الكود ده كوبي واعمل سبميت، تمام. عملت سبميت، عمل اكسبتد. اتمنى يا جماعه تكون المساله واضحه والمساله بسيطه خالص، ما فيهاش اي حاجه وما فيهاش شرح اصلا، واتمنى تكون واضحه، ولو في اي حاجه ممكن تتواصل معايا. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.